طيب ناخد الميدالري بقى. الميدالري الميدالري سي سيل درايف فروم درايف فروم نيورال كريست اند نوت ثايرويد تيشو سيرم كالسيتونين ليفل اوفر ريز فاميليال جينيتيك ديزيز اند اكاونت فور اب تو 20% اوف كيسز بوث ليمفاتيك اند هيماتوجينس ميتاستاسيس ار ريكوجنايز نودال ديزيز از اسوسييتد ويز ا فيري بور بروجنوزيس. ده حق المين تو صح اللي في بين قلنا تبع المين تو مدلري. انا بلاستيك كارسينوما موست كومون ان elderly فيميل لوكال انفيجن از ا كومون فيتشر تريتمنت باي ريسبشن وي بوسيبل باليشن مي بي اتشيف ثرو اسمكتومي اشيل الاسمس ان راديو ثيرابي كيموثيرابي از ineffective. تمام، تالي السؤال ده بتاعي ولا ايه؟ والله ما أعرف تمام، بتاعك. ايوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول 72 year old Japanese female present to emergency department with sudden onset shortness of breath associated with palpitation. She has previously experienced similar palpitation من 6 months ago, but did not seek medical attention. يبقى القصة دي البالبيتيشن ده جالها دلوقتي وكان جالها قبل كده من 6 شهور، بس ايه يعني ما راحتش اي مكان. وشي واز لاست كومبليتلي ويل. تمام، ديسكرايب باي هير دوتر تو بي ات ذا بيز لاين 24 ساعة اجو. تمام، يعني زي بتيجي وبتروح يعني. تمام، the patient denied any chest pain, nausea, vomiting, sweating. on examination the patient كان بايركسيك شويه، كان 38.2 وتاكيكارديك. تمام، وريجولار بالفس بس كان من 130 ل 140 بيرمننت. اوكي، طيب الهارت ساوند ديمونستريت جالوب ريزم، ادينا جالوب ريزم. الاوستكالتيشن اوف هير شيست ريفيل باي بيزل انسبيراتوري كورز كراكلز، عندنا برضو باي بيزل كورز كراكلز دي برضو مهمه. تمام، نو ويزز. شي هاز ا بايلاترال مايل لور ليم بيتنج ديما، عندنا لور ليم بيتنج ديما برضو في الانكلز. ان اكزامينشن الابدومينال اند نيورولوجيكال سيستم از ان ريماركابل شيست راديوجراف ديمونستريت باي بيزر الفولر شادوينج وذ مايلد بايلاترال بلورال فيوجن، يعني عندنا برضه بايلاترال بلورال فيوجن. تمام، طيب هنا الاي سي جي ديمونستريت ساينس تاكيكارديا و البيتس 130 بير مينت و الانفستيجيشن بتاعتها طبعا ايه قلنا 72 سنه ومن اليابان. اوكي، وعندها البالبيتيشن دي وفي اعراض الجالوب طبعا واللور ليم بيتنج ديما والباي بيزال ريسبيراتوري كراكلز، دي بتقول لنا انه ايه القصه دي بتاعت ايه مع البلورال فيوجن، انه في يعني هارت فيلير. تمام، صدم اونست هارت فيلير. طيب الهيموجلوبين بتاعها معقول، بليتلت كويسه وايت بيسز كويسه، الصوديوم تمام، بوتاسيوم اوكي، اليوريا والكرياتين اوكي، تي اس اتش عندنا هنا قليل، والفري تي 4 المفروض الفري تي 4 ده هاي كده صح؟ هاي شديد. هو المفروض الفري من 7 ل 14 صح؟ الفري تي 3 برضو عالي واخره 18 هنا 40، يبقى هنا في عندنا ثايروتوكسيكوزيز يعني. تمام، nurse staff have kindly taken the blood culture and taken measures to call the patient. What is the most appropriate immediate treatment؟ ايه رايكم في القصه دي؟ هي اول حاجه لازم نعمل تشخيص عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. عندنا عيانه كبيره في السن. ايوه، ده grave disease بس في complication او في معاه كمان heart failure.
ما هي الهارت فيلير ده اللي حصل، سادن اونست هارت فيلير مع البايركسيا دي والتكاركارديا والقصه دي، يبقى كده عندنا اللي هو الستورم. فاحنا المفروض ندي ايه الاول؟ هل نبدا بال سيروتوكسيك كرايسيس ندي بروبرانولول؟ بالظبط، هندي بروبرانولول الاول انترافينس، ده اهم حاجه. تمام شباب، هو قال ايه هنا؟ بيقول ان ثايرويد ستورم او ثايرويد يعني كرايسيس، احنا بندي اي في بلوكر، هي امبورتنت كفيرست لاين تريتمنت. The patient has present with sudden onset of heart failure، العلامات اللي قلناها، و associated sinus tachycardia, pyrexia, thyrotoxicosis، ده كله مع بعضه بيعمل لنا الثيرويد ستورم. و it is an endocrinological emergency. طيب the treatment بتتكون من أربع حاجات، أنا هعمل resuscitation الأول، بعد كده هعمل treatment للسيمبتوماتيك consequences اللي بتحصل من الثيروتوكسيكوزيس، بعد كده بعمل بلوك للاندرلاينج كوز للهايبر ثايروديزم، وبعد كده بتريت الهارت فيلير لو هو موجود. تمام، فيرست ستيب هنا ان انا ادي انترا فينوس فولود باي اورال بيتا بلوكر دلتايزم، ده برضو ممكن يكون كبديل للبيتا بلوكر لو هو يعني كان انتولوريتد او كونترا انديكيتد في القصه دي، يبقى ده بديل البيتا بلوكر. في حالات اللي كالسيوم كالسيوم شانل، كالسيوم شانل بيشتغل على الهارت وبيشتغل برضه على البلاد فيزلز ما بينهم يعني. في حالات بقى اللي بيبقى معاه سيمولتينيسلي بور فنتريكولار فانكشن وثايرويد ستورم، هنا ايه انترافينوس انفيوجن بندي ايه؟ ممكن احنا ندي بقى ايه يعني واحد عنده هارت فيلير، طبعا بيتا بلوكر في الهارت فيلير اي ممكن يسوق الدنيا، فاحنا نعمل ايه بقى؟ ندي له حاجه انترافينوس انفيوجن وفي نفس الوقت شورت اكتنج بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها بسرعه، زي الاسم ده بيبقى ممكن اعمل له سويتش اوف immediately لو حسيت او حصل اي ايرلت ساين، في حصل وورزنينج للكاردياك فانكشن سكندري لاستخدام البيتا بلوكر، هو ده ميزته اللي هو شورت اكتنج، وانس انه نوقف الدريب خلاص. الثيرويد بلوكر كان بي انستيتيوتد افتر، طبعا الادويه بقى بتاعت الثيرويد بعدها والكورتيكوستيرويد برضو بعدها، الاثنين دول انا ممكن استخدم الثيروسيل والادويه بتاعت الثيرويد، وممكن برضو نستخدم الكورتيكوستيرويد لانه بيقلل الكونفرجن من التي 4 للتي 3 هيقلل الاعراض شويه. طبعا ده مش ما بيحصلش الا لما يبقى العيان هيمودينامكلي ستيبل، اول حاجه نعمل ريسيسيتيشن قلنا، وبعد كده نبدا ندخل الادويه دي. نعمل ريفيو سريع للموضوع ده. ثيرويد ستورم هنا ده رير سيتويشن بات لايف ثريتنينج كومبليكيشن للثيروتوكسيكوز، عاده تيبيكالي بيجي في الناس اللي عندهم اوريدي عندهم ثيروتوكسيكوز، بس ده ما يمنعش برضو انه ممكن بيبقى رير اللي بيجي للناس بريزنتنج سيمبتومز، يعني من غير ما يبقى عنده اصلا هيستوري اوف ثيروتوكسيكوز يجي جاي بيه دايركت يعني. طيب لو هو بياخد ثيروكسين من بره هل بيعمل الكلام ده؟ لا طبعا. طيب ايه هي البريسبيتيتنج ايفنتس اللي ممكن يعني تنديوس الحاجه دي؟ سواء ثايرويد اور نون ثايرويد سيرجري، سيرجري او تروما او انفكشن، واحد بياخد ايودين لودنج زي مثلا واحد بيتعمل له سي تي كونتراست. تمام، يبقى الايودين والانفكشن والتروما والسيرجري كل دول ممكن يبقوا بريسبيتيتنج فاكتور. تمام، طب ايه هي الكلينيكال فيتشرز اللي بيجي بيها؟ بيجي بفيفر معديه 38.5، تاكيكارديا، بيجي بكونفيوجن اجيتيشن، نوزيا وفوميتنج، هايبرتنشن، هارت فيلير زي ما كان جاي معانا في الهارت فيلير هنا، ممكن يجي برضه بابنورمال ليفر فانكشن تيست، جوندس مي بي سين كلينيكالي، حتى الجوندس ممكن تتشاف. يبقى هو ممكن يجي بهايبرتنشن، ممكن يجي بهارت فيلير. تمام، وتاكي كارديا وفيفر قلنا وكونفيوجن ونوزيا وفوميتنج او ابنورمال ليفر فانكشن تيست. طب ايه المانجمنت؟ قلنا المانجمنت لازم يبقى فيها اربع حاجات، الريسسيتيشن يعني تعتبر برضو ان انا بقلل الحراره برضو يعتبر برضو من ضمنهم،
treatment of the underlying precipitating events. بيتا بلوكر طبعا بندي برضو في الاول كبيتا بلوكر اي في، بعد كده بنكمل اورال، بعد كده بقى بندي الحاجات بقى اللي هي ضد الثيرويد انتي ثيرويد زي الميثامازول او البروبايد ثيروسيل، او ممكن ندي لوجلز ايودين برضو كورتيكوستيرويد او ديكساميثازون، بندي 4 ملي جرام 4 مرات يوميا اي في، ده بيقلل الكونفرجن من تي 4 لتي 3. انا سريعه اكتر من اللازم ولا كويس؟ تمام. طيب هنا سؤال تاني بيقول 17 year old girl is brought to emergency department by her mother. تمام. The patient appear terrified مزعورة يعني after she experienced an episode of walking earlier morning when she could not move at all for 2 hours. كانت بتمشي الصبح وفجأة يعني مش قادرة تتحرك لمدة ساعتين. This was her second episode. وده مش أول مرة يحصل لها، ده تاني مرة يحصل لها. وشي ريبورت نو لوس أوف كونشسنس. كونشسنس كان تمام. و and was aware throughout the episode. وشي هاز نو أذر باست ميديكال هيستوري دوكيومنتد. شي إز نوت أوير of a previous episode of epilepsy. An examination, her heart sound, breath sound, unremarkable neurological examination demonstrate no abnormalities. She has normal dentition with body mass index بتاعها 19.5. والECG هنا بيقول لنا ان هي كانت jerky baseline with flat T wave. Flat T wave دي مهمة برضو. What is the most likely diagnosis هنا؟ هل هي بارشر ولا ابسنت سيجرز؟ هل جيليان باري؟ هل بورتوليون توكسيستي؟ ماسينيا جريفيز؟ هايبوكالمي؟ هايبوكالمي ومن ضمن الحاجات بيريوديك باراليسيس اللي فلات. اه بالظبط، فلات تي ويف. تمام صح، يبقى هي هايبوكالميك بيريوديك باراليسيس. حاجه فعلا يعني تسبب الذعر يعني. The patient described episode of periodic paralysis. والاي سي جي كاركترستيك يعني هي بتشخص بكلينيكال، بيقول لك الحاجات دي زائد الاي سي جي او انت بتعمل سيرم ليفل بتاع البوتاسيوم بيطلع لو. تمام. هو رير فاميليال كونديشن في سكليتال ماسل ايون شانلز، تحديدا الكالسيوم يعني بيبقى مشكله في الكالسيوم شانلز. Autosomal dominant disease بيسموه hypokalemic periodic paralysis. عادة بيجي في second decade يعني من العمر، يعني في childhood أو في أول في early adult يعني life بيظهر بقى. الأتاكس بتاعته ممكن تاخد ساعات، ساعة أو ساعتين مثلا. neurological examination بيبقى زي الفل between الأتاك ومش بينه أي حاجة، بس إيه البوتاسيوم ليفل بتاعه بيبقى قليل، ممكن يبقى فرنج 2 و4 مثلا. طيب هنا ايه but genetic testing can help if non mutation are present. طب هو عموما هو ده بيبقى تحت كاتيجوري اللي هو الشانل باثولوجيز. ثواني بس هشوف المادة بس اقول لكم. ماشي. طيب احنا قلنا الموضوع ده عدى علينا من شويه، اللي هو هايبوكاليميك بيريودك باراليسيز، هو قلنا اوتوزومال دومينانت ديزيز، وبيحصل ابيسودز من الباراليسيز تيبيكالي بتحصل بالليل او في الصبح بدري يعني، نتيجه انه عندنا الفولتج جيت كالسيوم شانلز بيبقى فيها مشكله. وفي ده يعني ده الموست كومن كوز اللي هو الكالسيوم شانل. في برضه ده 90% من الحالات اللي البريوريتك باراليسيس. في حالات تانية بتبقى هايبر كلمه بريوريتك باراليسيس انا بصيت عليها، بتبقى نتيجه انه الصوديوم شانلز اللي بيبقى فيها مشكله. بالمره بما انه جبنا الصوديوم والكالسيوم، الكلورايد شانلز برضو لما بيبقى فيها مشاكل هي اللي بتعمل مايتونيا. تمام. بريسيبيتيتد بالكربون
ثلاث ميلز، لانه الانسولين قلنا بيدخل البوتاسيوم فبيزود بيقلل البوتاسيوم يعني. بنمشي على بوتاسيوم سبلمنتيشن. طيب السؤال اللي بعديه هنا بيقول 71 year old gentleman present to clinic for review. She has recently been diagnosed with type 2 diabetes following screening by his GP. His hemoglobin A1C has not responded to dietary changes. بدأ معاه يعني باللايف ستايل والقصة دي بس مش بيرسبوند. That he was advised. طب ماشي. He has a past medical history of عنده bladder cancer. تمام. وبياخد له كيموثيرابي، عنده هايبرتنشن، عنده مايكرو ديجنريشن، اكزيما، عنده سي كي دي. هيز بيز لاين استيميتد جي اف ار از 28. طيب هنا البلاد تيست بقى عندنا الصوديوم كويس، بوتاسيوم كويس، اليوريا كويسه، لكن كرياتين عالي والاستيميتد جي اف ار قلنا 28. هو ما بياخدش اي ادويه، هو جرب بس اللايف ستايل ما نفعش معاه، ولسه الهيموجلوبين اي 1 سي مش ما نزلش للتارجت. احنا ايه بقى نعمل ايه؟ ايه اللي نبدا له بايه؟ ايه رايكم؟ ميتفورمين، سلفوناليوريا، بايجلتازون. طبعا الانسولين والجي ال بي 1 دول مش في اللاينز الاولانيه صح؟ في الثلاثه ولا المقصود الميتفورمين مش هينفع عشان الجي اف ار اقل من 30؟ المفروض ميتفورمين طبعا بس عشان هنا اقل من 30 فكده سلفوناليوريا، لان البايجلتازون ما هو شرط فيلر هنا ولا في اي حاجه. بايجلتازون كان بيعمل برضو بايجلتازون هيعمل إديمة، هيعمل تنشن، هيعمل إديمة كمان البلاد. تمام. لا وكمان له كان له دعوه سايد افكت بتاعه بلادر كانسر تقريبا في اندكيت. ايوه صح، هو نفسه كان بيسبب البلادر كانسر. يبقى السلفونيلوريا هنا هو اللي ايه الاجابه الاقرب للصواب. هنا the correct answer is sulfonylurea. This is a patient with the new type 2 diabetes initial management. Normally بنبدأ metformin but عندنا estimated GFR أقل من 30 والmetformin هنا contraindicated. Next step هنخش بقى يا إما DBBT for inhibitor يا إما البيوغليتازون يا إما سلفونيلوريا، واحد من الثلاثة لما قلنا لو metformin مش هينفع. البيوغليتازون هنا should not be offered to the patient with history of bladder cancer. البيوغليتازون مع بلادر كانسر مش هينفع، لذلك احنا ما قدمناش غير السلفونيلوريا هنا. الانسولين والجي ال بي 1 دول طبعا بيجوا في الالجوريزم بعدين يعني في خطوات ستيبس قدام شويه. طبعا ده قلناه من شويه، مش داعي ان احنا نعيده ولا ايه رايكم؟ لا تمام خلاص. صحيح. نبص على الالجوريزم سريعا عادي مفيش مشكله يعني. بص عليه تاني يعني بحس ان انا ايه عملت اللي عليا. المشكله دكتور حسن انا اعتقد وفيناه يعني في اللي قالي يعني تمام. ايوه صح، حضرتك شرحت قبل كده. طيب تمام. طيب ناخد سؤال تاني. A 29 year old woman is referred to endocrinology clinic. عندها 29 سنة. تمام. She was concerned about the loss of the period with negative pregnancy test. متهيألي خلصتوا دي أسئلة دكتورة ميادة. السؤال ده ما قرأتوش قبل كده أصلاً. أيوه أيوه. طب أقرأ عنك يا دكتورة؟ خلاص. لا اوكي كمل يعني عادي مش مشكله. طيب ماشي. طيب she underwent blood test which demonstrate an undetectable TSH TSH and free T4 كان عندنا 48 نانو جرام. تمام يعني هي ايه ثيروتوكسيكوز كده صح ولا ايه تقريبا يعني. she has a past medical history of hepatitis C but without a chronic liver disease. Further, this test demonstrate a negative thyroid TSH يعني receptor antibodies مفيش مش جريفز يعني and radionucleotide thyroid uptake scan demonstrate diffuse. وقلنا الديفيوز دي بتقول لنا ايه بقى؟ diffuse thyroid uptake يعني جريفز.
نيجاتيف اه ممكن تبقى تي بي او يعني مش شرط تبقى تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. بالظبط. شي از دايجنوز جريفز ديزيز ما علينا due to the previous history of hepatitis C. She مش عارف opts معناها ايه for radio iodine treatment. She is warned regarding avoiding children during treatment, but wonder about her own conception. تمام. Following the treatment, what is the most appropriate advice? هي من الاخر بتسال على العلاج بتاع اللي هو الراديو اكتف فين بالنسبه لتاثيره على الحمل. ايه القصه هنا بقى؟ ايه انسب حاجه هنا؟ Any future pregnancy will have increased risk of fetal malformation. She should avoid becoming pregnant for 6 months after treatment. بتهيألي اللي صح. She has اعتقد اه هي دي 4 شهور ولا fertility ولا avoid breastfeeding. هي 6 شهور بس من الايودين وبرضه ما تتقربش من الاطفال الصغيرين برضه. نقرا الديسكربشن. طيب following radio iodine treatment patient should be avoid becoming pregnant for at least 6 months. This patient had diagnosis of Graves disease based على البايوكيميكال ايفيدنس اوف hyperthyroidism and diffuse radioactive iodine uptake. Radio iodine is an appropriate treatment choice, but in absence of severe hepatic dysfunction. Carbamazol can also be used during radio iodine treatment and for 3 weeks following the treatment. She should avoid contact with small children لمدة قد ايه قلنا 3 weeks. تمام. And pregnant woman يعني لا تقرب من pregnant woman ولا من small children خلال 3 weeks بعد التريتمنت. She should avoid becoming pregnant for 6 months following treatment. Following this radio iodine carries no risk على ال hair fetus او ال children اللي حواليها يعني. A man on radio iodine treatment should avoid fathering children for up to 4 months. يعني بالنسبة للرجالة يبقى برضو avoid إن هو برضو يبقى father لمدة 4 شهور. تمام. بالنسبة للستات 6 شهور. بالنسبة بعد التريتمنت avoid الكونتاكت مع ال pregnant أو small children لمدة 3 weeks. أوكي. طيب. لا اقرا انت يا دكتوره بقى. لا شو يا دكتوره مياده. طيب اوكي. الموضوع ما شاء الله يعني. انا شايفه ان لقيت الموضوع طويل على طول. نقفل بالموضوع ده يعني. ايه رايكم؟ تمام. طيب. الراديو ايدين ثيرابي نيرلي الايودين انجسس تيك اب باي ذا ثايرويد جلاند. الاسينشال انيميت فور فورميشن هو يعني مهمته انه يكون السي 3 والسي او التي 3 والتي 4. الراديو ايدين ثيرابي انفولف يوزن راديو اكتيف ايودين 131 ايزوتوب. Radiation can destroy the thyroid gland and any other other thyroid cells, including cancer cells, that take up iodine with little effect of the rest of the body. طيب هنا الانديكيشن اللي انه احنا نستعمل الراديو ايودين ثيرابي اولا to differentiate الثايرويد كانسر, بعدين عندنا عشان نشوف التوكسيك بالتينوجير جويتر Graves disease refractory to medical management, يعني ما حصل له response للmedical management. Radiation exposure, potassium iodine has been used to the help individual exposed to the radiation by reducing the harmful accumulation of radioactive substance in the thyroid. هما هنا بيكاربي بيستعمل البوتاسيوم ايودين to help the exposed to the radiation.
طيب أنا ما أعرف النقطة دي، هو إنه يعني بنقص الضرر ولا ال harming accumulation of radioactive اللي هو البوتاسيوم أيدين يعني أحسن من ال مش عارف تقريبا عشان دخله جوه الخلية يعني ولا ايه؟ بوتاسيوم أيدين؟ المفروض إنه مع الراديشن هو حياخد بوتاسيوم أيدين. طيب يعني هو البوتاسيوم أيدين هو أحسن واحد يعني لأنه أقل ضررا تقريبا. لو في حد فاهم النقطة دي يعني. طب ايه رأيكم نوقف هنا ونبقى نقرأ الموضوع ده اول حاجة بكم؟ ايه رأيكم؟ والله يا ريت الواحد اتصل لان حسيت ان احنا مهنجين شوية.